ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. والفيديو هو، وقبل ما نبدا الفيديو عايزين نوصل المقطع ده ل 50 لايك. انت قدها يعني سهله، ويلا نبدا الفيديو. الفيديو النهارده جايين نرياكت على شخص غريب جدا، شخص عجيب من اغرب الاشخاص على كوكب الارض. بصوا بقى، زي ما بيقولوا الخلاصه في المصاصه، انا هقول لك كل حاجه. كان يا مكان واحد اسمه العبود كوميدي، المهم اللي هو البيضة التانية للخليل كوميدي. الشخص ده عنده على صفحته على الفيسبوك 90,000 لايك، فخلونا نشوف مع بعض اول فيديو للشخص ده. صباح الخير يا جماعة. بص يا جدعان، زي ما انتم شايفين ده تحس انه بت، يعني انا اول ما شفته الصراحة قلت بت. بصوا شغله عامل ازاي، وما علينا. بصوا مش انا لسه صاحي دلوقتي، وخطرت على بالي فكره فظيعه وفي ناس كتيره مش عارفاها. اقول لكم ان هو ده طريقه حلوه جدا وشرب المياه طريقه. طبعا هنا الشخص العجيب ده كان الفضائي اللي ما يعرفوش ده واد ولا بنت ولا جنسيه ثالثه. فالمشكله اللي الواد ده بيقول ان انا هعلمكم طريقه شرب المياه. طبعا دي طريقه صعبه جدا، و يعني اغلبيه الناس، ما حتى اخويا وقع بيفكر بيقول يا ترى ازاي انا اشرب ميه، واحنا عايشين طبعا في مصر، فالواحد بيعاني جدا. ايه الهري اللي انا بقوله ده؟ شرب المياه اول حاجه تعملها نجيب كوبايه ميه. كذاب، اول بيقول لك اول حاجه نعملها نجيب كوبايه ميه. طب هنشرب فين؟ هنشرب فين يعني؟ ما اكيد في كوبايه ميه هنشرب في كوز. ايه يا عم، هنشرب من الدش؟ ما انت شكلك تبقى ميه، كوباية ميه هاي. بعد ما تجيب كوباية الميه تعملها كده، تعملها كده وكده، وتحطها على شعرك. هنا بقى بينصح الناس اللي انت ايه، لازم تمسك الكوباية زي الشطور الحنطور. بقك اهو يحول، بقك اهو، مش تعمل لي كده وتعمل لي ودانك وهنا ودانك. ايه يا ابن المت، اعملها حطها من بقك كده. بصوا شيري، ايه يا عيني، شوفوا فكرانين ازاي. وانت بتشرب الميه تبلعها، تبلعها تمشي كده وسطه. وهنا طبعا معلومه خلتني اكمل الفيديو لحد الاخر. طبعا هو انا بيقول لما تشرب ميه ابلعها مش تدفها، ولو دفيتها هقول لماما، لو دفيتها هقول لامك يا، عشان كل شويه يا ولد. دي طريقة شرب المياه. هو حتى يعني مش، انت مش مكسوف على دمك يعني. هو اللي هو حاسس هو في ايه اللي بيحصل في البلد. بقوله اللي بيحصل فيا، بقوله ملبوس ولا ايه. عامة كده الفيديو خلص، هنشوف بقى الفيديو اللي بعده، المقطع التاني اللي معانا. يا جماعة عاملين ايه؟ هوريكم النهارده طريقة فتح كيس الشيبسي. يعني هنا بقى نفس الشخص بعد ما خلص كوبايه الميه، يعني جوش بقى لحاله وجاب كيس شيبسي، بيقول لك وعمل عليه تعليم كمان. يعني هنا عشان طبعا في ناس كتير قوي بتعاني من فتح كيس الشيبسي، وده مش الشخصيات اللي متواضعه جدا، اللي هي بتحب تعلم كل حاجه. انت تطلب من حد تقول له ممكن افتح كيس، ممكن تفتح لي كيس الشيبسي. ناس كتيره جدا طلبوها مني مش عارفين نفتح كيس الشيبسي، ازاي نفتح كيس الشيبسي لوحدنا. اوكي تمام، فقلت اعمل الفيديو ده اوريكم طريقه فتح كيس الشيبسي لوحدك، ما تعتمدش على حد دلوقتي. بعد دلوقتي طبعا هنا بيقول اوعى تعتمد على حد بقى من بعد دلوقتي، من بعد العبود كوميدي، من بعد ما تتفرج على الفيديو ده هتعرف تفتح كيس الشيبسي لوحدك. يا حرام، سقفه تاني يا عيني. انه يفتح لك كيس الشيبسي بتاعك، عشان يفتحوا هياخدوا منك كيس الشيبسي بتاعك ويطلعوا يجروا. ياي، ناس وحشه، ناس وحشه دول اللي بيطلعوا ايه، ياخدوا اللي بديهم كيس الشيبسي ويقول لهم افتحوه ويطلعوا يجروا. انتوا وحشين، ناس وحشين قوي، ناس كوخ. بصوا يا جماعه، اول خطوه معانا عشان تفتح كيس الشيبسي لازم يبقى معاك كيس شيبسي. جبنا كيس الشيبسي، شيبسي اهو. ازاي على فكره؟ تعال كداب، لان الشيبسي اللي بالطماطم بيفتح اصعب من الشيبسي اللي بالجبنه. طيب هتفتح كيس الشيبسي لوحدك. بصوا يا جماعه اهو،
تمسك بايدك كده، تمسكه بايدك الاثنين كده، شايفين الناحيه دي والناحيه دي، تروح عامله كده، فتحت كده الشيبس لوحدك، اوعى تخلي حد يفتحه لك وتاكله بقى عادي. هنا طبعا تزييفه قبل ما نعمل رد عليه، حاجه جميله جدا ليك طبعا. هنا الشيبسي لوحده، هنا قال تجيب الكيس الشيبسي هنا في النص تمام، وتعمل ايدك كده، بص شايف ازاي، كده وكده تمام، وتخنق ام كيس الشيبسي كده وتقوم شد، وتقوم شد، وبعدها بقى تحط ايدك، يعني مش ناقص هتعلمنا نحط ايدينا ازاي. عمدا دلوقتي هنشوف تالت فيديو شخص العجيب ده. صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ عاوز اقول لكم شويه حاجات كده مهمه. عارفين الايس كريم اللي هو مثلا كيمو او اي حاجه من كده، هو بيتمص ويتاكل ده عادي جدا. ايس كريم مسموش جيلاتي على فكره، اه والله مسموش جيلاتي. يعني ايه جيلاتي دي؟ جبتوها منين الجيلاتي دي؟ ها استعجل يلا، حتى استعجل يلا. طبعا يعني ما اعرفش هو عايز يوضح لنا ايه، ما فهمتش منه حاجه. بيقول هو الايس كريم مسموش جيلاتي، فبيقول يا جماعه ما فيهوش مسموش جيلاتي وبيتمايع. مش موش جيلاتي على فكره، بس موش جيلاتي بيتمايع الواد، فهنشوف الحوار. لكن مش بيقولها جيلاتي غير الفلاحين المعفنين قوي، يعني الفلاحين حلوين كده زي الفل، بس مش كلهم بيقولوا جيلاتي. يعني ايه جيلاتي بقى؟ ايوه تبدا امتى الفيديو؟ يعني ايه جيلاتي؟ اه هنا بقى يعني بدا يتميع بزياده، اللي هو حط ايده كده في وسطه، يعني ايه جيلاتي ياض؟ يعني ايه جيلاتي يالا؟ ايه يا عم ما تسترجل كده وانت واقف قدام يالا، في ايه يالا؟ استرجل يالا قدامي يالا، ايه ده؟ تلاقي حد مسرب له الفيديوهات دي ولا ايه؟ مش فيه. ولا هو ده هو اللي قصدي ينزلها؟ ملهاش معنى ولاش اي حاجه، اسمه ايس كريم. اه هنا بقى بينصحنا وبينصح الناس كلها، اللي هو اسمه ايس كريم. بص كريم يعني انت قلت ايس كريم عادي كده، هيقول لك ازاي انتوا بتطلعوا تقولوا على ايس كريم ايس كريم عادي كده، ايس كريم. في ناس بتقول ايس كريم تختصر، مفيش ايه ايس كريم. تخيل في لسه في بلدنا ناس بتقول ايس كريم. انا اتعلمت من الواد، واخدين بالكم انتوا؟ انا اتعلمت منه يا عم. اوعى يا عم، اوعى يا عم، يا عم اوعى، انا اتعلمت منه. يخرب بيتي يا عم، في العام كام يا عم؟ في القناه مش نفس العام في العام. بس كده رب تكونوا ضحكتوا في ثانيه من الثواني في الفيديو عندنا. ولو الفيديو عجبك يا نجم اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك، عشان عايزين نوصل المقطع ده 50 لايك. معلش بدأنا نطلب منكم لايكات، احنا مش متعودين نعمل كده، بس عايزين اللي هو كدعم وحماس. انا عارف ان في ناس ليه نبدا نعمل شغل احسن واحسن يعني. وانا عارف ان في ناس اول ما تدخل على الفيديو بتعمل لايك من غير ما تشوف فيديو. طبعا دي من دي يعني ده صنف من الناس يعني بحبهم جدا طبعا، كل الناس بحبها. وبس كده الفيديو خلص، كان معكم ايه بي فيديو، سلام.